السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال، معاكم وفاء الغنيمي وحلقة جديدة من برنامجكم جمالك مع روعة. وحشتوني كتير، غبت عنكم كتير بس رجعت لكم مرة تانية. ومعايا النهاردة حلقة مختلفة كلها دردشة، ومعانا أول واحدة مامتي أستاذة روعة الموجي. ازيك؟ هي مامتي. ازيك حبيبتي؟ طب انت احرجتي. لا انت بتقولي حبيبتي، هيعرفوا ان انا كده مش بنتك. لا انا بنتها بجد. ومعانا استاذه ولاء عزت، مديره اعمال والدتي. اهلا وسهلا بحضرتك. ماجستير في اداره الوقت واداره الاعمال طبعا. ومعانا المساعده الجميله ام قلب جميل، استاذه امل محمد. اهلا وسهلا بيكي. طبعا هنتكلم النهارده بقى كده كلنا لاننا عارفين بعض، اتكلموا بقى باريحيه. مش ضيوف بقى. احنا مش ضيوف، احنا النهارده حلقه كده كلها دردشه. الاول عايزين نتكلم عن السنتر وعن الشغل فيه عامل ازاي، وازاي كلكم بتنظموا الوقت ما بينكم وبين بعض. طبعا بيبقى توجيهات من مامتك طبعا، ويعني واستاذه ولاء برضو. الحمد لله بيبقى احنا زي يعني تيم مع بعضينا، كل واحد عارف شغلانته ايه وعارف بيعمل ايه بالظبط. والحمد لله بنقدر نعمل حاجه حلوه ونطلع حاجه حلوه الحمد لله. وطبعا انت المديره. ربنا يخليك يا حبيبتي. ايوه انت المديره، في غياب الكل بتكون انت المديره. انا عايزه استاذه ولاء يعني تفتح بس الكلام، عشان هي بس اداره الوقت، هي اللي بتنظم لنا وقتنا وهي اللي بتنظم الشغل، فهي عضو مهم جدا جدا في السنتر بتاعي. وفي هي مش معايا في السنتر، بس هي يعني زي ما تقولوا كده هي اللي بتنظم لي وقتي، تخطيط في كل حاجه يعني. اتفضلي يا استاذه ولاء، اتفضلي. اولا طبعا نورتي، كنت وحشت الناس بقالك حلقتين. دعوتهم بس ليا بالنجاح باذن الله وكل طلبه العلم. التوفيق ان شاء الله يا حبيبتي. وكل سنه والشعب المصري كله بخير بمناسبه عيد الشرطه طبعا، ومن تقدم لتقدم ان شاء الله. ومعلش بس في حاجه كده حصلت اول امبارح، فايه يعني ايه، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. الموضوع اللي هو بتاع القطر، الاب الاب وبنته يعني دوت، بس يعني اكيد تغيير للايجابيه، مش ايجابيات، نسيب بقى السلبيات ويشوف ربنا. يعني ما يكون عايز حاجه يكون لشيء يكون فيكون، فده كده هيغير فينا حاجات كتير. اول الحادثه دي او الواقع، لان هي مش حادثه يعني. ماشي، حاجة بجد توجع القلب بجد يعني، بس غيرت فينا غيرت حاجات جوه. كتير جدا، لان صح؟ هي عرفت ناس كتير الاب ده ممكن يعمل ايه. الاب ما فكرش في ان هو عايز يبقى في الدنيا، عايز يعمل حاجه، خايف على نفسه، هو اول حاجه نط عشان يحضن بنته. بس ما فيش اي حاجه، هي فطره الاب كده على طول. فيا ريت ما نزعلش الاباء كلهم، عشان هم عايزين يعملوا حاجات كتير لينا. يعني الواقع دي اكيد نمت مشاعر ايجابيه جوانا كلنا، فيا رب يعني تكون حاجه كده يعني تخلينا للاحسن ان شاء الله. ان شاء الله. فبالنسبه للموضوع بقى، المجال بتاعنا واداره الوقت وال فانا حاسه ان انا بقوم فيه بكذا دور بصراحه. يعني انتوا يعني احنا جمعنا اداره الاعمال فيها، يعني انت الخير والبركه بتاعتنا. اداره التخطيط، اداره التسويق، متابعه، اعلان، اعلام. معلش والله انا عارفه ان انا رامي عليكي حاجات كتير قوي، بس انا عارفه انت قدها ودود. لا الحمد لله، يعني هذا فضل من الله يعني. ف يعني انا بحاول، بصوا يعني انا حاسه انا بشبه نفسي برمان تلميذين، بشوف ايه اللي ممكن في الوقت ده، التوقيت ده، ايه اللي ممكن ان انا اقدر اسنده بسنده، اللي انا اقدر اوجه هنا، لا طب خد بالك من دي، لا مش عارفه ايه، لا طب الوقت، طب التنظيم، طب هعلن على المنتج ده ازاي، طب انا هسوقه ازاي، طب هبيعه ازاي. الاعلان عن المنتج بقى، عايزين نتكلم عن المنتج اللي لسه نازل. اسمحي لي بقى انا اتكلم عنه. لا لا طب اسم والدتي. ما هي انا اسالها، انا اسالها عنه. يعني انت الحلقه اللي فاتت اتكلمتي كده نبذات مختصره مقتطفات، عايزين بقى استفاضه. المره اللي فاتت اتكلمنا عن البلد المنشأ، اتكلمنا عن دورك انت فيه، اتكلمنا عن الوقت اللي انت المهاره بتاعتك. أيوة. في اللي انت بتعملي المنتج، ممكن بقى تكلمينا يعني باستفاضه اكتر بطريقه اوسع شويه. ماشي، ممكن قبل ما اتكلم نور، معلش معانا تنزلي الفيديو اللي هو البدايه خالص وانا بتكلم، قبل ما انا ابدا طبعا اتكلم.
احنا كنا عاملين ايفنت طبعا، انا كنت طبعا جزء في الايفنت، انا الايفنت كله مش بتاعي يعني. هو بصراحه الايفنت كان كبير، وفي ناس كتير نورتنا في الايفنت، وبجد في ناس كتير استفادت. وعايزه كمان اشكر استاذه امل، لان هي من الاول خالص مع ماما من البدايه، من ايام ما كانت لسه بيبداوا يجهزوا للبروتين ده والمنتج ده، علشان هم عملوه. وانا اول ما جربته على فكره، اول واحده جربته. مش عايزه اقول كده يعني. انا اتكلمي بقى عن التجربه بتاعتك. لا هي اول واحده طبقت عليها البروتين ده، انا طبق عليا ما شاء الله ما شاء الله، منتج جميل جدا، مفيش لا سقوط ولا في تقصفات ولا اي حاجه، وكل ما شاء الله اللي شاف شعري يعني نتيجه باينه وظاهره جدا طبعا، وعجبه جدا. وانا الحمد لله يعني انا بقالي 4 شهور عاملاه دلوقتي، ما بشتكيش من اي حاجه خالص، ما شاء الله شعري زي ما هو، بل بالعكس حاسه ان هو يعني اللي طالع كمان، الجذور اللي طالعه احسن، طري جدا، مفيش تقصف ولا وقوع ولا اي حاجه، وما شاء الله جميل جميل جميل. وتسلم ايدها بجد بجد بجد، منتج روعه. هي بجد مامتك تعبت فيه علشان تطلعه بالجوده دي الحمد يعني، عشان لله. تطلعه ان هي معلش بس هقطعك عشان معانا ام عبد الرحمن من البحيره. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام عبد الرحمن؟ الحمد لله. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. حابه تكلمي استاذه روعه ولا استاذه ولاء ولا استاذه امل؟ انا والله بتصل بسلم على حضرتك وبقول لك حقيقي دي والدتك. هي دي والدتي فعلا. اهلا وسهلا بحضرتك. شرفتونا حبيبتي، شرفتونا حبيبتي. ربنا يبارك لك. اي سؤال تاني؟ انت اموره انت وياها، ربنا يبارك لك يا رب. يعني انت بتصلي عشان تتاكدي بس من المعلومه؟ ايوه. هي ما كانتش بتقول قبل كده. مش مصدقه الصراحه. لا هي والدتي فعلا، والحمد لله ان هي ساعدتني ان انا اوصل لمكان زي كده. انا بشكرها بجد. ما شاء الله انسانه ملتزمه، ربنا يبارك لك فيها. ربنا يبارك لك يا رب ويحفظك. ماشي حبيبتي، شكرا. السلام عليكم. ثواني بس، انا عايزه اقول قبل ما نتكلم في حاجه، في ناس كتير بعتت لي وقالت لي انت بتتكلمي كانك بتكلمي طفل صغير. يا جماعه انا سني صغير، فطبيعي ان انا هتكلم كده، انا مش بتصنع ولا اي حاجه، انا سني صغير فبتكلم كده، مش عارفه على معامله الاطفال ومش عارفه اكبر عن كده. فاعذروني بس، والحمد لله ان احنا بنحب بعض، وان انا مش عايزه اتصنع على حد ولا اي حاجه. وعايزين نكمل بقى مع استاذه امل واستاذه ولاء ومامتي. انا عايزه استاذه نور بس تنزل الفيديو اللي انا بقول عليه ده، عشان اقدر اتكلم بعديها عن البروتين. هو دلوقتي الحاجات دي كلها هتنزل وهتتكلمي عنها، بس الاول انا عايزاكي تتكلمي على الايفنت بقى. هو الايفنت دوت ما كانش بيخصنا احنا، ده كان استاذه رندا واستاذ محمود عبدين كانوا عاملين دوره تدريبيه، انا قعدت كذا حلقه اعلن عن الدوره دي، كانوا بيتكلموا فيها عن الصبغه، وكانوا عاملين دوره تثقيفيه، يعني كانوا بيدوا معلومات اكتر من ما هم بيشتغلوا. فاحنا كنا داخلين سبونسر في الـ في الـ في الدوره ديت، كنا هنقدم مجموعه العنايه اللي هي الافتر كير، وتركيزنا كله كان عليها. فانا حبيت اطلع البروتين، لان دوت كان بالنسبه لي مولود وانا عماله اربي فيه في بطن امه، زي ما انا بشبهه كده، جنين وعماله اربي فيه لحد ميعاد ولادته. هو كان لازم يطلع في التوقيت ده، لان انا خلاص وصلت للنتيجه اللي انا عاوزاها من فرحتي، ما قدرتش استنى ان احنا نعمل له ايفنت ليه هو. بس بصراحه يا استاذه روعه، هو كان انجاز، لان انا حضرت الدوره ديت، فكان بصراحه كل مشدود ومبهور باللي بيحصل بالنتيجه بتاعته. انا كمان طبقتها على هوا على انا بس في جروب اتعمل، انا متابعه الجروب. انا بس عايزه اقاطعكم في الكلام، معلش اعذروني جدا، هنطلع فاصل وبعد كده هنكمل كلام علشان ننزل الفيديوهات. ماشي، انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومستمرين مع الحلقه الجميله اللي كلها دردشه وحاجات حلوه كده. انا كنت بتكلم عن الجروب. ايوه. استاذه روعه، وانا متابعه بجد الناس اللي انتوا بتقوم عينات، فهم منزلين شغلهم وكلهم بجد بيشكروا ومنبهرين بالنتيجه. الجروب شغال ما شاء الله. فيعني حضرتك عايزك تكلميني، ايه ده، في ايه، ايه اللي حاصل؟ بصي، انا ما حبيتش اعمل ايفنت واعمل بروباجندا كبيره، ايوه، غير لما الناس تشوف مصداقية المنتج. أوه. انا لما جيت اطبق المنتج طبقته على الهوا، انا رفضت ان انا
اعمل شغل ورا ورا جرفان ولا في اوضه ثانيه. عايزاكي بس تقولي لهم معلش الفرق ما بين البروتين الاولاني والبروتين اللي حضرتك عملتيه. تمام. البروتين اللي احنا كل المتخصصات طبعا لو سامعيني هم عارفين يعني ايه جلسه بروتين. جلسه بروتين يعني واحده تفضل واقفه تشتغل 8-9 ساعات وهي واقفه على رجليها. ممكن الجلسه توصل مع الشعر ال 15 ساعه. فاهمه؟ وغير بس ان هي تنام تاني يوم تعبانه. وغير موضوع ان الماده بتقعد اساسا على الشعر لوحدها. ما انا هتكلم في الحته دي. ما انا بقول لك الجلسه كلها ممكن تاخد من 8 ساعات ل 12 15 ساعه. على حسب المتخصصه وعلى حسب الشعر. انا بتكلم بحد اقصى وبحد ادنى. اقل حاجه بتاخد 7 ساعات 8 ساعات لان كل مرحله في المراحل دي بتاخد وقت كبير. ونوع البروتين بيدخل في الوقت برضو. البروتين بصي غسيل الشعر تحضير الشعر نفسه بياخد وقت. توزيع البروتين على الشعر بياخد وقت. ان انت تسيبي البروتين على الشعر ياخد وقت. موضوع ان انت تنشفي الشعر وتشطفي الشعر بياخد وقت. موضوع ان انت تشتغلي بالمكوى على الشعر ده بياخد وقت. احنا بصي يعني مثلا الحجم كده انا عملت كده ضغطته 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 لحد ما بقيت خليته كده. هو ده اللي انا كنت بحلم بيه وهي دي النتيجه اللي انا قدرت اوصل لها. فعلا المتابعه مع الناس اللي بيعملوه بره بتبعت لا كل شويه فاكس لا اعمله عشان ما ياخدش وقت لا حطه مواد ثانيه. بقت متابعه فعلا يعني لحد ما وصلت للنتيجه دي. بسم الله ما شاء الله جميله. صح جدا. ولا غلط ده وقت اطول ولا وقت اقل وده هيضر الشعرايه ولا هو ده بقى اللي انا كنت عايزه اوصل له بدون ضرر. أيوة. ان احنا قد اي ماده حاميه طول عمرهم بيشتغلوا بالمواد الفرد بدون مسميات. معروفه كل السوق عارفها. مواد فرد على الشعر بس الشعر طبعا بيتدمر بعد كده. أيوة. سواء حنه سودا سواء اي ماده من مواد الفرد اللي كان كل المتخصصات او كل الكوافيرات بيشتغلوا بيها. ماشي. لا انا عايزه افرد الشعر بسرعه واخليه جميل واخليه صحي في نفس الوقت بس انا مش عارفه اعملها ازاي. فانا ما سكتش فضلت ورا الموضوع لحد ما الحمد لله قدرت اعملها. وطبعا انا بشكر استاذ خالد هو اللي كان يعني صابر عليا جدا في الموضوع دوت. انا بوجه له شكر خاص على ثقته كمان فيا ان هو كان يا دوبك يعني هو بس انا بوجه هو بينفذ انا اقول هو ينفذ. وهو كان عنده ثقه عمياء فيا. هقطعك بكلامك. انتي عملت المنتج كده في لغتنا احنا عملتيه بحث علمي. بجد. لان ده يعتبر علاج تجميلي للشعر. قلبتيه بحث علمي. وهو ده اللي انا يعني هو كده تطور كمان في العالم البروتين. هي دخلت تطور جديد جدا ويعتبر يعني اول ده اول منتج اول منتج يتعمل ينزل بسرعه. كميه الشكر على الجروب بجد يعني ادتني لان هي وفرت وقت ووفرت جهد كبير. ايوه فانت جيتي وكمان ما ضرتش. ايوه لعبتي في ملعبي. يعني هي ما ضرتش. لا وبعدين بسم الله ما شاء الله يعني مدام روعه بتشتغل بضمير جدا. ولو يعني لو بتشوف الشعر فعلا محتاج ايه بتعمله. يعني الشعر جالها مثلا تعبان او مهلك او بتقول لها مثلا الاول بنعمله ترميم الاول. ويعني مش بتخش على البروتين على طول. لا هي بتعالج الشعرين. هي شعر ما بيبقاش حاجه عندها تفيد فعلا. مش استفاد. لا خالص. ما بتجريش ورا الماده خالص. أيوة خالص. أيوة. خالص. هي ما شاء الله حتى الناس اللي بتعرفنا يعني الناس اللي شايفين دلوقتي بتعرفنا بتتعامل معانا على طول وبيجيبوا لنا قرايبهم وبيجيبوا لنا اصحابهم. لا وبيتعاملوا كمان ان السنتر ده بيتهم. كلهم بيجوا يقعدوا يرقصوا اكل. ده احنا بنعمل مهرجانات كاننا اهل جوه بجد. عشان انا بكون موجوده ساعات كتير. انفرضتي عملت انفراد في المجال البروتين. انا اول انا كنت مسميه يعني بصي هي حاجه مولود ومولود على شوقه بقى. كمان عارفه انت. أيوة. اللي هو مولود جاي بعد شوقه. انا ما قدرتش استنى احنا نعمله ايفنت. ايوه احنا كده كده موجودين والناس متجمعه. فقلت لا لازم اطبق المنتج قدام الناس كلها. كل الناس اللي خدت عينات ما شاء الله نزلوا حاجات. فرقنا عينات مجانيه. انا شفت الفيديوهات نازله كله بيشكر ومصور العينه ومصور النتيجه وبجد كلهم مبسوطين جدا جدا. متهيألي لو كنت برضو عملت له ايفنت خاص بيه كان هيبقى برضو كان هيبقى مش فيش نجاح اكتر من كده. احنا بنحضر كان هيعمل نجاح اقوى برضو تاني. هو دوت اول منتج الحمد لله.
ان انت تفردي الشعر، تجملي الشعر، تعالجي الشعر في وقت قصير جدا ونتيجه مبهره جدا. بعد المجموعه اللي انتوا نازلين بيها كمان، المجموعه جميله جدا جدا، معموله بمزاج قوي يعني. البروتين فيها زبده شيا وفيها التركيبات بتاعتها. اكتر حاجه تتقال على البروتين ده ان هو اسمه روعه، وهو روعه، هو روعه فعلا بجد. كله على فكره كله علق على الجروب كده، ايوه كله قال لك هو روعه وهو روعه. هو اسمه روعه، روعه اورجانيك يعني طبيعي. طبيعي بيقولوا لي ليه انت كاتبه سيرابي؟ سيرابي يعني معناه علاجي برضه، يعني حاجه علاجيه. أيوة. فطبيعي علاجي، والمنتج الحمد لله يعني باسمي، يعني مش باسم يعني حد. ثقه ثقه انا عايزه ثقه ثقه يعني. عملتي حاجه شامله كامله، ما فيهاش اي عيوب، ما فيهاش ان انا ارجع لك تاني خلاص. ما انا ما طلعتش بالمنتج غير بعد تجربه شهور، عشان انا اتابع الشعر اللي انا عاملاه اشوف نتيجته ايه بعد 5 6 شهور. ما شاء الله. انا مش مهم عندي النتيجه الفوريه، الشعر يبقى ناعم سايح. انا المهم عندي ان الشعر ما يتضرش بعد كده كمان. يعني لازم الشعر ده ما يكونش حصل فيه تقطيم، ما يكونش حصل فيه تساقط. لازم الشعر يكون صحي لحد ما شاء الله، يعني لحد 4 5 6 شهور. مش معنى ان النتيجه تطلع فوريه قدامي ان هو لا واو. ما اي معلش منتجات الفرد كلها، ما انت بتفردي الشعر في ساعتها بيطلع واو. انا مش ما يهمنيش النتيجه الوقتيه، انا يهمني نتيجه الشعر. انا مثال حي، انا روعه. مثال حي قدامك. مثال حي معانا والله. فعلا بقوا يجوا يشوفوا شعرك، وفعلا ده ما شاء الله بقى 4 شهور. مش مستغربين بتعمليه، لازم متابعه. متابعه معلش، ده اسمي ودي سمعتي، مش هضحي باسمي ولا سمعتي عشان خاطر اي مخلوق مهما كان، ولا عشان خاطر ملايين الدنيا كلها. انا في الاول في الاخر هنزل قبري لوحدي، الكلمه اللي انا بقولها قدام كل الدنيا ومع كل حد ومع اي حد بيتكلم معايا او يحاول يخش لي بسكه، لا انا هخش قبري لوحدي، مفيش حد هينزل معايا يدافع عني. انا عايزه كل عارف عنك المصداقيه بصراحه. انا عايزه بس اقول لو حاجه، المصداقيه مش موجوده ما كناش هنقعد مع بعض القعده دي. ايوه. وانا عايزه بس اقول كمان حاجه، اي حد عنده استفسار، عنده سؤال، عنده موضوع عايز يتكلم فيه، عايز يسالنا على اي حاجه، يتواصل معايا على الصفحات الشخصيه بتاعتي، انا على طول لايف فيها، هتلاقوني على طول برد وبتكلم وبتناقش. والاسئله كمان اللي انا مش من حق اجاوب عليها والدتي بتجاوب عليها. الصفحات بتاعتي هتنزل، ويا ريت تتواصلوا معايا فيها لو حد مش قادر يتصل كمان. وعايزين نكمل كلامنا، اتفضلي بقى قولي لنا السنتر الجميل ده حضرتك بقى بتعملي. عايزه بس اتكلم في بقيه الموضوع بتاع الايفنت دوت اللي حصل فيه قدام الناس على الهواء. ايوه. انا جبت البنت قدام الناس كلها. ايوه. وزعت قدام الناس كلها. اشتغلت بايديها كانها جوه السنتر عادي. لا انا كان معايا مدام ساندي صراحيه اللي كانت بتطبق. ايوه. عشان انا كنت بتكلم فما يعني. طب معلش بس اقول على حاجه اللي حصلت. اتفضلي يا حبيبتي. اللي هي اللي ما كانتش معانا افطر مجموعه عنايه يعني نغسل الشعر فيها وحاجه. ما هي الكلام ده. ودخلنا فعلا عشان نغسل شعر البنت مش لاقيين حاجه. يعني مش لاقيين شامبو. هي دي كانت غلطه مني طبعا، انا اعتمدت على مدام ساندي ان هي هتجيب الاكتر كده. هي راحت استعملنا بريل. والله بريل. بريل اللي هو صابون المواعيد. استعملناه في الشعر عشان ننزل الماده من عليه. الشعر بقى يعني الشعر لازم يتغسل بعد اي حاجه تتحط عليه، لازم يتغسل ولا اثر عليه خالص. مشاهدين بس انا مش عايزاها مؤقته، دي حاجه مؤقته. لا ده حادثه يعني حصلت كده. حاجه احنا كنا خايفين من النتيجه لانهم مش عارفين يعني. انا بالنسبه لي حتى لو النتيجه ما كانتش هتطلع تمام، انا كان يهمني ان انا لازم اغسل شعر البنت دي. فانا ما كانش يهمني بقى تغسل ببريل تغسل باي حاجه، المهم ان احنا نغسل بروتين من على شعرها. فالحمد لله النتيجه طلعت، هتبان في الفيديو برضو. انا بقول كده ما خبتش. ايوه يعني انا ما اي حاجه انا بعملها ما بخبهاش. الفيديو هينزل معانا ولا ايه؟ ممكن الفيديو بس ينزل عشان الناس تشوف حتى الشعر بقى. الشعر انا بدات توزيع ماشي. بدانا توزيع على الشعر الساعة 3:15. أيوة. الكلام دوت قدام الناس كلها، انا ما بحكيش حاجة حصلت عندي في السنتر. انا كنت موجودة، انا مركزة في الوقت قوي. بدأنا 3:15 توزيع المادة، خلصنا الساعة 5. خلصنا الساعة 5 ايه؟ خلصنا الساعة 5 كل حاجة. أيوة. الشعر كان اتوزع واتكوى واتشطف ونشف كمان. الساعة 5 كان كل ده خلص. لا يعني بصراحة كانت النتيجة رائعة. كان كله قدام الناس كلها، كان كله على الهواء الايفنت. ممكن الصوت، عايزين الصوت.
لو ينفع يا نور الصوت منتج نزلت ينفع الصوت لما احنا بنبيع المنتج ده. انا قلت لكم النهارده الصبح عملها لكم مفاجاه لان المنتج ده كان تحت تجربه بقاله 6 شهور. ده احنا طبعا انتوا تعرفوش عارفيني ان انا ما بطبلش لاي منتج. الحلو بقول عليه حلو. المنتج ده انا وزعته على الشهر ونشفت وكبست في ساعتها ولا استنينا ساعه ولا حتى نص ساعه ولا حتى ثانيه وزعنا. وكان عمل جماعي كل اللي عايز يجرب كان بيجرب كمان. وزعت البروتين ونشفت استشوار ساقع وكبست في ساعتها كبسه حلو جدا جدا مفيش يعني طري جدا. كان من 4 كبسات كان المنتج خلاص الشعرايه بتتكبس معايا. الشعر خد قد ايه؟ الشعر ده خد قد يا بنات اقسم بالله وحياة زين مفاجاه الشعر ده اخد مني بالظبط 35 ملي بروتين وكان كتير كمان. تمام فدي ان شاء الله تبقى مفاجاه او قنبله الموسم بتاعنا ان شاء الله. من اول من اول ما بدانا توزيع لحد ما خلصنا بجد يا بنات مفيش. ما فيش انا بادئه 3 الا ربع او 3 وربع. انا خلصت من بدري اصلا وقاعدين خلصنا 4 ونص تقريبا وقاعدين بنتمشكح في قولي 5 في الاكاديميه. فبجد يا بنات على ضمانتي عارفيني ان انا مش بطبل لمنتج الوحش بقول عليه وحش والحلو بقول عليه حلو. جربوه على ضمانتي المنتج بسم الله ما شاء الله الله اكبر. هو بيتكلم عن نفسه واديكم شايفين. انا طبعا مش عارفه انا احاول اجيب لكم الصوره دي قبل لاني مش انا كنت بصور التلفزيون اللي كان بيصور بس ان شاء الله هجيبها لكم. المنتج اهو يا بنات طري جدا 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 مفيش تقصيفه مفيش حاجه. اصلا الشعره دي كانت مجعده جدا اهو بسم الله ما شاء الله. الشعر ده طبعا بعد ما اتغسل واتنشف استشوار وهقول لكم انا بقى بس لما اروح ان شاء الله الشعر ده عشان ما لقيناش افطر خير اتغسل بايه. ودي المفاجاه الثانيه ان الشعر اتغسل. شفنا النتيجه الرائعه وبجد النتيجه دي ناجحه جدا وانا فخوره ان مامتي هي صاحبه المنتج ده وباسمها كمان. استاذنك بس الفيديو ده استوحالي بسؤال كميه البروتين هي اتكلمت على الكميه. ما هو ده اللي انا عملته. انا بقول الماده السن ما تحطش نقطه يعني كانت بتوزع معاها ما شاء الله وتفرش يعني الماده بتفرش المتخصصه تفهم الماده لما تحطي نقطه بس بتفرش معاها في 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 الشعرايه كلها فما بياخدش اساسا كميه كبيره خالص حتى مهما طول الشعر. هو اللي انا قلته ان مثلا الحجم قد كده انا ضغطت كل الوقت ده في حاجه انتوا متخيلين حاجه قد كده تخليها قد كده الوقت يعني الوقت كل متخصصه بتعمل البروتين دوت بترقد تاني يوم تنام صوابعها وظهرها وايديها ودراعها كله بيبقى تعبان. الاستاذه في الفيديو اتكلمت تقول كذا كم ملي فكميه الكميه يعني انت مثلا لو المتخصصه كمية. بتشتري لتر أيوة. يعمل معاها مثلا 10 هيعمل معاها 25. ايوه هي دي النقطه اللي بتكلم فيها بقى يعني اللي هتشتري لتر عشان تعمل بيه مثلا 10 شوف هي بقى وشطارتها مع مع التوزيع ما لازم يبقى هي عندها مهاره. هي مهارة لازم لازم طبعا لازم لان ده شعر يعني ده الشعر ده اهم حاجه على فكره في تاج المراه شعرها. فالتوزيع بتاعه بيوفر جدا جدا قوي يعني يعني حاجه بسيطه جدا بتملى الشعر. ايوه احنا بنوزع بننشف على طول بننشف بسشوار سشوار كمان ساقع مش سخن عشان المسام طبعا كله فاهم الكلام ده المسام لازم تبقى مقفوله بالهواء الساقع. نشتغل على طول بالمكوى الوقت المكوى بدل ما بياخد 3 ساعات ياخد نص ساعه لو كان بياخدوا 6 ساعات 8 ساعات هياخد معاهم ساعه يعني فاهمه يعني حتى ضغطت الوقت وضغطت يعني بصي التوزيع مفيش وقت في التوزيع مفيش وقت في التنشيف مفيش وقت في المكوى والنتيجه بقى المبهره الاكتر ان هو بعد شهور الشعر بيفضل جميل واللي بيطلع أحسن بس اللي بيطلع احسن دوت عشان خاطر بس المصداقيه لازم الافتر كير هي اللي تبقى كويسه يعني لازم تكون بتستعمل مجموعه عدايه نظيفه جدا عشان خاطر الشعر اللي يطلع انا كمان اكون بتابع مع نفسي عشان برضه ما ارجعش اقول ايه ده اللي عمل لي بقى هو اللي بوظ دي حبيبه قلبي زي ما يكون انت داخله تعملي عمليه تجميل بس هي عمليه تجميل لشعرك فانت بديكي الروشته تمشي عليها لازم تمشي عليها عشان تحافظي على العمليه اللي انت عملتيها ايوه
ما تقلش اي حاجه عن اي حد. مثلا واحده راحت تزرع شعر بعد كسر البروتين بتعاملي شعرك معامله تانية خالص. يعني كاني طفل يعني ما فيش بقى اللي هي الفوطه كده ولا لا معامله ليس كده وانت غصب عنك لما واحده بتكون شعرها مش حلو وتلاقيه حلو غصب عنها مش بمزاجها بتحب مبسوطه بيه طبعا بتخلي بالها جدا عليه طبعا الشعر بيفرق في النفسيه طبعا طبعا في عرايس يعني بيبقى شعرها فظيع ان اكتر حاجه بتبان هو الشعر. هو مش معنى كده احنا السنتر بتاعنا فيه كل حاجه. ايوه انا عايزاكي بقى تتكلمي على الحاجه دي عشان كده انت داخله في حاجات كتير. ما هو موضوع البروتين معلش دوت مفرحني جدا لان ده اول حاجه اول منتج يطلع بالمواصفات دي. انجاز. ايوه فعلا انجاز. بس برضه خلي الناس تستفاد برضه من العروض بتاعه السنتر وتتكلمي عن السنتر وتتكلمي قد ايه هو بيت مش سنتر يعني ده بيت للناس كلها اللي عايز يجي. استاذه وفاء الناس اللي بتعرفنا يعني بعد ما بيعملوا خلاص البروتين بييجوا بقى يقعدوا معانا بييجوا والله ايوه يقعدوا معانا. انا شاهده انا شاهده اكل واحنا اكل بقى وشرب انا شاهده بس يعني اسره بيبقى اسره ومفيش حاجه اسمها رجاله ببان مفتوحه شبابيك مفتوحه الموضوع كله خاص جدا 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 مجموعه ستات قاعدين مع بعض وكل واحده بتقوم بدورها مع الواحده اللي داخله ليها محجبات وناس ملتزمين جدا بيجوا وناس على اخلاق عاليه جدا وبجد انا فخوره بالمكان ده. وناس كمان يعني موظفين وناس وبيثقوا فيك جميل في ايه الفكره كلها ان هم بيثقوا في المكان بتقعد كانها قاعده في بيتها بتخش عادي وتتكلم وتقول مشكلتها ولو واحده نفسيتها تعبانه بيقعدوا يغنوا لها بيفرحوها يساعدوها يحلوا لها مشكلتها في مع في فعلا دعم نفسي عالي جدا. وفي جلسات مساج على فكره وفي مساج في حاجات كتير استرخاء في حاجات انا فاكره عروسه انا كنت قاعده في الوقت ده كانوا بيرقصوا لها كانت قاعده لوحدها وكله كل المتخصصات اللي في السنتر قاموا رقصوا لها عشان مش معاها حد وقاموا حسسوها ان هي مش لوحدها. فيا جماعه بجد المكان ده انا بحبه. بيعتبر بيت يعني يعتبر سنتر عندنا يعني ما شاء الله ما شاء الله الناس كلها بترتاح له نفسيا حتى اللي بقول لك لو مش هيعملوا حاجه بيجي يقعدوا معانا يغيروا جو كده بيت العيله استرخاء بجد ممكن يتسمى كده وكمان وفي حاجات كمان في ناس بيخشوا يقولوا لك انا معايا المبلغ ده صرفي لي حالي بالمبلغ ده والله حصل والله بيحصل قدام عيني ووالدتك على فكره ما شاء الله استاذه بتقول لها لا انا مش مهم عندي الفلوس انا بتعدي المبلغ كشغل والكلام ده انا بسمعه منها تقول لي لا انا ما يهمنيش الفلوس قد ما يهمني ان انا ايه الناس تحبنا الناس تيجي لنا الناس تتعامل معانا. يعني مثلا ممكن تيجي واحده مثلا تعمل ترميم للشعر ملهاش علاقه خالص بالوش يعني مثلا او تنظيف بشره او حاجه تقول لها وشك يعني ما تروحش تقول لها وشك مرهق وتروح واخداها يلا نعمل تنظيف بشره وفعلا تعمل لها كل حاجه ولازم انت خارجه مبسوطه من عندنا الحمد لله الحمد لله النفسيه بتتغير جدا جوه حب الناس ده شيء يعني الحمد لله مفيش اي عروض. انا عايزه بس الفيديو الثاني ينزل لو هو على ما ينزل بس انت قدمي لنا العروض ايه رايك العروض بتاعتي اللي انا بقول كل مره فيه اول حاله بروتين هتتصل معلش ده مجاني. طب استني هقاطعك عشان في نهى من القليوبيه عايزه تكلمنا. ماشي يا حبيبتي. الو السلام عليكم. وعليكم ايوه نهى ولا علا؟ لا نهى ان شاء الله. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي كويس ربنا يبارك لك يا رب. الله يخليك يا حبيبتي. هو صحيح يعني انا عايزه استفسر حاجه عن المنتج بس البروتين اللي حضرتكوا بتقولوا عليه ده. اتفضلي يا حبيبتي. بنتي عندها حوالي 15 سنه. ايوه شعرها يعني صعب جدا وحش جدا فالعلاج المناسب لسنها ينفع استعمل البروتين ده لسنها ده؟ ينفع طبعا ينفع لانه هو امن جدا 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 ما فيهوش مواد يعني كله حتى نسبه الفورمالين اللي هي بتتحط في اي منتج الاسعار في لا ثواني بس ثواني بس في دي حاجه مهمه نسيت اتكلم فيها ان كل المنتجات لازم نسبه 2% في الميه حتى لو انتوا عرفتوا ان هو زيرو فورمال لا لازم بيبقى فيه جزء اللي هو 2% من الميه دوت فورمالين. احنا المنتج بتاعنا خالي تماما 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 يعني الشعر الجديد اللي هيطلع هيبقى احلى هيبقى كويس الشعر اللي هيطلع الشعر اللي هيطلع احلى متوقف قلت على الافتر كير اللي هتستعمليه على الاستعانه ما انا سمعت حضرتك. لا انا بتكلم ان انا كنت عملت لها قبل كده وطلع اوحش من الاول اتحرق شعرها اتحرق. لا ده كان في بصي بقى هو ده اللي انا كان نفسي يعني يعني انت حاله زيك لازم تجربينا بقى ولازم تجربي المنتج بتاعنا. وبصي يا نهى تابعينا علشان دلوقتي في عرض جامد هينزل قوي ممكن تحجزي معانا. انا هعرف كل حاجه من القناه ان شاء الله.
بعد هي عروضها تنزل. انت لو كلمتي استاذه روعه او والدتي يعني على الارقام اللي على الشاشه دي اللي تواصل مع المركز. ايوه وهتلاقي وهتلاقي بقى في عروض كتير هتنفعك وتنفع شعر بنتك وهتعالجه وفي نفس الوقت هتحليه وهتخليكي مبسوطه جدا انت وبنتك. يا ريت لحسن هي نفسيتها متحطمه خالص. والمفاجاه ان احنا مش ممكن انت لو مش قادره تجيلنا احنا بنبعت لك حد لحد عندك بنفس السعر. ربنا يخليك يا رب. بنفس السعر ان شاء الله هيجي باذن الله. بس اعرف بس لو اتواصلي معايا على على الواتس وريني شعر بنتك على الواتس وانا هقول لك على كل التفاصيل. خلاص ان شاء الله ماشي اخش على الصفحه. شكرا لاتصالك جدا وبجد انا سعيده جدا بالمكالمه الجميله دي. استاذه روعه معلش هي برضو قالت اطفال. الاطفال من سن كام؟ 12 سنه. 12 سنه؟ اه في ناس بتقول من سن 8 سنين بس انا ارفض الموضوع ده. ان الشعريه بتبقى ضعيفه جدا. كل الطفل لسه بيتكون اصلا. يعني حتى الشعر بيبقى لسه بيتكون. الروابط بتاعته ما بتبقاش شديده. لا. مع الشعر ده عباره عن روابط ماسكه في بعضها. شعر عباره عن انبوبه فيها مواد معالجه. كل الحاجات دي لسه بتتكون. فمن سن 8 سنين دي انا ما برشحهاش خالص. بعد 12 سنه تمام ماشي يبدا بقى اي حاجات وحاجات خفيفه يعني. أيوة. حاجات خفيفه قوي مش اي حاجه. كل شعر لازم يتحط الحاجه اللي تناسبه. زي اسناننا ما بتغير واحنا اطفال لازم برضه شعرنا بيغير بيقوى واسناننا بتقوى. ايوه بالظبط كده. تكوين البنيان الجسم كله بيبتدي يتغير من 12 سنه. بشتغل قبل 12 سنه لا ما بشتغلش. هي بتتحب يعني. في ناس ثانيه بتقبل عشان ماديته كده. هي ما بترفض خالص. بتقول لها لا خدي مجموعه عناية افتر كير او اهتمي بالاكل او وبعد كده بعد 12 سنه ممكن تشتغل فيه. ما كل كلمه بنقولها او مكالمه او فيديو بيولد لنا سؤال جديد. ايوه انا عايزه بس دلوقتي معانا مدام زينب. مدام زينب الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبه قلبي. وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. طيب ماشي وطيته. طب لو سمحت كنت عايزه اسال سؤال. اتفضلي يا حبيبتي. انا بنتي عندها سنه ونص ولسه شعرها ما طلعش يعني مش عارفه امسكه لها ايه خالص باي توك. لسه شعرها عندها سنه ونص ولسه شعرها ما طلعش. لا مفيش اي لعب فيها دي حاجه كده بتاعت ربنا. بصي بقول لك ايه خليكي في الوصفات البلدي. احلقي لبنتك وزيرو وحنة وديها حنة بلدي بس. وممكن برضو انا كنت احلق لها شعرها بس كتير قالوا لي ما تحلقلهاش. ليه؟ عشان ما يخشلش؟ بيقول لك مفيش احسن من شعر يعني شعر لا ارضيه الرزق. لا لا بصي معلش انا ليا تعقيب بس. في ناس بتاخر في اسنانها وبتطلع ومشي ومش عارف ده بتلجا للدكتور ده نقص فيتامين كالسيوم. لا انا ما قلتلهاش ان هي بعد ما تحلق هتبص تلاقي الشعر كله ذره. أيوة لا دي عامل مساعد بس. انما الهرمونات بتاعت دي طفله. أيوة. نونه لسه. مش هقول لك لسه بتتكون. أيوة. دي لسه ما طلعش اي مواد كيماويه ولا اي حاجه. انا حاسه يعني برضو الموضوع مش مقلق قوي. لا لا مش مقلق. لا هو الموضوع مش مقلق. وانت احلقي لها شعرها وحطي لها حنه بلدي والموضوع هيبقى تمام. و اكبر تجربه قدامك وغذا. قولي لهم ان في تجربه اهي. لا لا بلاش. في تجربه اهي اتعمل فيا الكلام ده والحمد لله الدنيا ظبطت يعني. على فكره خالص. انا حلقت لاولادي كلهم عشان تبقي عارفه يعني. هي معظم الاسر المصريه بتعمل كده. لا هو طبيعي. وانا ما كنتش شعر تقيل برضه. الصور بتاعتي صغيره كده. طب انا هو انا ليا وجهه نظر في الحته دي ان هو اتحلق ما اتحلقش الشعر بيطلع زي ما ربنا عايزه يطلع. اصل انا في حاجات امثله حيه قدامي. ما انا بتكلم على حاجات حيه بس. هي عشان خاطر بصي هي الوصفات البلدي على فكره بتريح شويه. فيها حاجات كتير بتريح وحاجات كتير وان انت لما الواحد لما بتحلقوا شعر الطفل انت بتطلعيه كله مع بعضه مش بيطلع حته حته. فانت يعني بتتوهمي ان الشعر كله طالع حته واحده. أيوه. فبيتهيألك ان هو تقل. بس هو النفوس احنا بنفسيتنا بترتاح كده. ايوه احنا بنحب كده عشان طالع يعني ايه بمعدل واحد بالظبط كده. هي بس ما تقلقش وعادي يعني. الكثافه ايحاء بالكثافه اهم حاجه. الغذاء للاطفال غذاء. ايوه يعني اهتمي جدا بالاكل بتاع الطفل بتاع خضروات والفاكهه دي اهم حاجه. هي لسه سنه ونص. الموضوع يعني مش مقلق ما تقلقيش خالص. وطمني على بنوتك وبصيها من هنا ومن هنا. وانا كمان. المهم انا عايزه بس اقول لكم حاجه تاني وافكركم بيها. كلموني على الصفحات بتاعتي وفاء الغنيمي انستجرام وفاء الغنيمي فيسبوك. هو الفيديو مش عايز ينزل
واي حاجه هتلاقونا على طول بنرد عليكم. ومعانا يارا دلوقتي. الو الو الو. ايوه حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب ايه اختي طب وطي صوت التلفزيون. اختي عندي اخت شعرها مجعد. ايوه. وهيش جدا يعني عندها 8 سنين. لا 8 سنين 8 دي محتاجه مرطبات للشعر وغذاء ترطيب ترطيب ترطيب. انما اوعي اوعي تكلمي حد يقول لك ماشي نعمله بروتين او نعمله اي حاجه فيها فرد. هتبوظي شعرها خالص. يبقى عندها 12 سنه لازم شعرها مش هيستحمل اي حاجه. هو دلوقتي لسه بتكبر ولسه حاجات كتير بتتكون ما تضرهاش. انت مجرد ما بتلمي شعر طفلتك دي اصلا بتوكه شديده شويه الشعر بتبصي تلاقيه اتقطع في ايدك فهو ضعيف ما ينفعش تعملي فيه اي حاجه. اي استفسار تاني يا حبيبتي؟ لا شكرا. ماشي شرفتينا جدا. ايه مالكم جبتوا ليه؟ منتظرين الفيديو. انا مش عارفه الفيديو اللي لسه ما نزلش. هو في مشكله في انا مش عارفه الاعداد الفيديو يا جماعه. المهم كملي كلام عشان عايزين نعرف اكتر. احنا قلنا احنا عندنا كنا بنتكلم على السنتر. السنتر احنا بنعمل فيه حمامات مغربي، بنعمل فيه جلسات مساج استرخاء، جلسات علاج طبيعي في المساج برضو عندنا. يعني كل حاجه ليها التخصص بتاعها، كل حد ليه التخصص بتاعه. عندنا طبعا علاج بشره، تنظيف بشره، صبغات، كل هو كل حاجه. سنتر كامل. سنتر متكامل كامل. بس الفرق ان هو للمحجبات فقط. بس هو ده الفرق. بس يعني ايه للمحجبات فقط؟ دي بنحط تحتها يعني إيه؟ امان 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 جدا. مش معنى للمحجبات فقط عشان في ناس كتير بتفهم غلط ان المحجبات فقط يعني ما فيش راجل بيخش جوه او راجل لا المحجبات فقط يعني الستات المحجبات اللي شعرها يعني متغطي. لا بس ممكن الناس تفهم المنقبات يعني مثلا. لا لا مش منقبات انا بتكلم محجبات مش منقبات محجبات. يعني لو واحدة مثلا مش محجبة بشعرها عايز تعمل اي حاجة خارج الشعر يعني هي بتيجي تعمل يعني بس بتيجي ملهاش علاقة. لكن هي الفكرة كلها ان هي تعمل تزين شعرها وتخرج بيه. هي دي الفكرة بس كلها. لا ده اللي مرفوض. لكن اي حاجة تانية بنقوم بعملها يعني علاج الشعر تقصف. لا لا اي حاجة تانية بنقوم بعملها. عندي عروض حلوة جدا. في عروض حلوة باكج جميل جدا انا عاملاه للعرايس برضو. غير كمان ان في ناس بيروحوا متخصصات بيروحوا للعروسه لحد بيتها يجهزوها ويدوب يدوب كده على الفرح. لا بصي يعني العروسه بتيجي تعمل عندنا كل حاجه عايزه تعملها. ايوه حمام المغربي تنظيف. لا وفي ناس بيروحوا في حاجات تانية حاجات قليله. لا ما انا بتكلم العروسه. العروسه تجهيزها من الالف للياء. يعني كل حاجه يعني هي بتيجي قبل الفرح مثلا بكام يوم بنعمل تنظيف بشره بنعمل. انا بحب العروسه اجهزها قبلها بشهر. يعني بنجهزها قبلها بفتره علشان خاطر تطلع في اليوم ده مميزه مختلفه. انتوا بتجهزوها نفسيا كل حاجه. كل حاجه بنخرجها حاجه انا بشوفها قاعده بتنصحها في عرايس بنوتتها. انا كنت فاكره العروسه تروح يوم الفرح بس انا طلعت معاكوا. لا قبلها بفتره طويله بينا بقى خلاص احنا داخلين خلاص في عرايس بتكلمونا. لا خلاص انتوا جايين الفرح المفروض تيجوا الفرح. العروسه والله بيحصل وبنروح انا وانت العروسه بيعملوا اعداد للبشره وللشعر طويل كل حاجه. احنا بنعمل كل حاجه حلال بس اي حاجه حرام بص باختصار احنا بعيد عنها كل البعد. يا جماعه هو بس الشعر ما تطلعش بيه وما فيش نمص بس كده. حاجات معروفه وحاجات الناس كلها عارفاها. ما هو كتير بيقولوا لي يعني ايه المحجب يعني. لا بس هو كل حاجه مش حرام احنا بنعملها بس كده يعني بس كل حاجه بتتعمل الا النمص والشعر. المهم هي دي هو ما تبقاش باينه للناس وهي ماشيه. العرايس احنا بنروح لها يعني لو هم مثلا ما فيش متاح احنا بنسافر على فكره. بنسافر البلاد. انا ومروه بنسافر. والله لو حد برضو في سفر في اي بلد محتاج حد يعمل له البروتين او ما احنا برضو بنسافر وما فيش حاجه اسمها احنا ناخد بدل سفر. اسعار على فكره هي اسعار زينا كانها في مكان. كانها جايه يعني عندي السنتر كان انا رايحه لها كانها عندي في السنتر. وغير كده ان انا عامله اسعار اصلا يعني انا مش بضارب بيها السوق. يعني هم بس عشان ما يقولوش انا بضارب السوق. لا انا مش بضارب حد ولا ليا علاقه بحد. هو كل واحد انا بشوف الحاجه المرضيه. ايوه يعني الحاجه المرضيه بس بنراعي ربنا يعني. انا ما بستغلش اي حد.
مش عشان خاطر مثلا الناس تقولي لا انت غاليه انت عندك بقى برنامج عندك منتج عند لا لا كل حاجه ماشيه بما يرضي الله واي انا هتلاقوني ارخص كمان من 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 اماكن كتير جدا اي حاجه بتحصل في البرنامج او بره البرنامج يعني كلها بما يرضي الله جوده عاليه اه وهتاخدي جوده يعني مش جوده اهم حاجه الجوده العاليه اهم من اهم من اي حاجه ما تطلعش شغل كده وكده يعني ده شعار استاذة ولاء وانتاج كبير ايوه انتاج كبير بجوده عاليه في وقت في وقت صغير بالظبط دي حاجه على فكره استفدتها منك جدا دلوقتي ايوه انا بشوف استاذة وفاء الحمد لله يا حبيبه قلبي معاكي مدام ساندي ايوه مدام ساندي مدام ساندي هي اللي كانت لسه في الفيديو عامله ايه الحمد لله يا حبيبتي مدام ساندي على فكره كانت المفروض تبقى موجوده النهارده معانا على الهوا بس والدها تعبان شويه فاعتذرت الف سلامه عليه الف سلامه عليه ربنا يخليكم يا رب الناس المميزه والناس المحترمه إيه مدربه مدربه اصلا بروتين مدام سانجي بايدي البروتين بجد روعه وهو صاحبته روعه إيه فعلا زي ما قالوا وطبقنا ثلاثه يعني وزعت ثلاثه الا ربع خمسه كنت مخلصه كله ده بالنسبه للمتخصصات اللي سامعيني طبعا وفاهميني دي معجزه احنا بنقعد بتسع ساعات وممكن اكتر من كده عشان نخلص جلسه بروتين فحاجه تطبق في وقت زي ده معجزه تخلينا نخلص يعني عميله واثنين وثلاثه في يوم واحد فبجد حابه اشكرك جدا جدا يا استاذه روعه بجد على يا حبيبه قلبي انا اللي بشكرك ان انا تعبتك جدا معايا لا والله والافتر كير اللي بقولك البريل الافتر كير اه والبريل اللي انت عملتيه عمل ضجه جامده جدا طيب انا حابه ان انت تقولي ايه حابه تقولي ايه اللي حصل مدام ساندي انا حابه تقولي ايه اللي حصل بجد والله يا والله حصل ان انا كنت يعني المفروض يكون في افتر كير اللي هي المجموعه الخاصه اللي بعد البروتين تتغسل بيه الشعر ففعلا احنا ما لقيناش افتر كير فاضطريت ان انا لازم انزل الماده من على الشعر عشان ما تكونش ناشفه على الشعر او يعني ما يتسببش اي ضرر للعميله فما لقيتش في المكان غير دريل فاضطريت ان انا اغسل شعري بيه هو اي نعم غلط بس اضطريت ان انا اغسل شعري بقى عشان ننزل البروتين من على الشعر ودي كانت المعجزه الثانيه في الشغل احنا ما همناش ايه اللي هيحصل بعد البريل بالظبط يعني هي دي كانت حاجه اكدت الجوده ان شعري بقى يعني طري جدا مع ان البريل ده المفروض ماده كليرافينج المفروض ماده اصلا منشفه للشعر بتنشف الشعر جدا لا ده خليته زي الحرير فدي كانت المعجزه الثانيه اللي تدل على المنتج اصلا يعني ما شاء الله عليه انا عايزه الفيديو ينزل هو الايفنت كله اصلا ما كانش بتاعنا بس اتقلب لبتاعنا ده فضل من ربنا والله العظيم يعني الحمد لله ما عشان كده بقول لك مش يعني ما فيش داعي الايفنت تاني يا استاذه يا استاذه روعه بجد على المنتج الجميل ده وربنا يا رب يوفقك ويجعله فتحه خير عليكي وعلينا جميعا يا رب اللهم امين يا رب اللهم امين يا حبيبتي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذة ساندي من الناس المحترمين جدا ومن الناس اللي محبوبين جدا عندي انا شخصيا متخصصه جدا كمان وفاهمه شغلها هي مدربه بروتين مدربه اصلا يعني مدربة هي اللي بتعلم البروتين اصلا يعني فاهمه الماده وبتفهم في المواد وفاهمه في البروتين هي اللي كانت مطبقه هي اللي كانت بتتكلم في الفيديو يعني اللي فات ومش رايه مهم جدا ومش بتطبل لحد لا لا خالص ما بتطبلش لحد دي حاجه كويسه جدا فيها انا اختياري للناس على فكره دايما بيبقى في محله مش باظه من وجهي هو الفيديو بس انا عايزه اعرف في مشكله في الفيديو هو في مشكله بسيطه كده بس هتتحل ان شاء الله المهم عايزاكي تقولي العروض بقى العروض ان انا قلت اول اتصال بعد الهوا اول اتصال حالات بروتين دي مجاني نفسي الحق اي اتصال اتصالاتك دي اول اتصال وخمس والخمسه اللي بعد كده الافتر كير هديه تمام وايه مفيش تاني مفيش عروض تبع السنتر نفسه هو تبع البروتين الباكج بتاع العروسه باكج العروس لا عامله خصومات بس طبعا مش هينفع انزل باكج لاني انا المفروض كنت كتبت الاسعار ونزلتها على الهوا فانا مش عامله حسابي بس انا عامله تخفيض جامد جدا للعروسه اي عروسه هتتصل بيا هتتفاجئ سواء عندنا في السنتر او حد سواء هتيجي السنتر او احنا هنروح لها يعني لا وقولي لهم كمان ان لو حد مش مقتدر ماديا لا العرايس الايتام مجاني من غير كلام يعني اي عروسه لا وحتى لو حد مش مقتدر ماديا يا جماعه بيخش ويقول الفلوس اللي معاه قد ايه وبيتعمل له بيها وبزياده والايتام كل حاجه مجانا
من الالف للياء. لا الايتام لا لهم وضع تاني طبعا. من الايتام معروفين، انا كل حلقه بقول اي عروسه يتيمه دي بتخرج مجاني على فكره بنفس برضو الجوده بنفس كل حاجه بنفس الانبساط بنفس الافراح اللي بتتعمل جوه السيف سنتر. بقول لك احنا سنتر يعني احنا اسره بيت العيله، اسره بتحب بعضها وتطلع حاجه لله. حلوه الحمد لله بتطلع حاجه بضمير الحمد لله احنا محبوبين ومعروفين. بس انا بقالي 19 سنه ماشي في المجال ده، بس محبه الناس دي شيء تاني على فكره. انا اهم حاجه عندي معرفه الناس كنوز بالنسبه لي. طب عايزاهم بس يتابعونا على الصفحات الشخصيه علشان ايه؟ يبعتوا لك الاسئله ويبعتوا لي الاسئله واي موضوع عايزين يتناقشوا فيه هكون انا معاهم. الصفحه على الفيسبوك اسمها وفاء الغنيمي بالعربي وانجليش عادي، وبرده الانستجرام كده، والصفحه الشخصيه بتاعتي انا اللي برد على الرسائل بنفسي، مفيش اي حد تاني بيرد، يا اما لو انا مش عارفه سؤال والدتي اللي بتجاوب عليه. تحبي تقولي اي حاجه تاني؟ احب اقول ان انا برضو مبسوطه مبسوطه بالمولود بتاعي جدا، وبشكر استاذ خالد ان هو اتاح لي طبعا الفرصه دي. وقول لهم برضو على ان في ايفنت هيتعمل قريب. احنا بنجهز لايفنت ان شاء الله كبير هيكون جدا. مجانا ولا لا مجاني؟ تمام الايفنت مجاني. الناس تطمن على نفسها. كميه عروض الايفنت ده للمتخصصات بس، احنا هنعمل فيه عروض جامده جدا يعني. هتوزعي برضو زي المره اللي فاتت كميات بروتين انا مجانا؟ لا احنا وزعنا كميه كبيره جدا جدا. ايوه انا عرفت. كميه كبيره قوي مجانيه. لا وزعنا كتير وزعنا كتير جدا جدا. 10 لتر 10 ايه؟ لا اكتر بكتير، اكتر من 500 عينه اكتر بكتير. لا بقول 10 لتر. لا مش 10 لتر لا اكتر بكتير يعني احنا وزعنا كتير قوي. انت بتتكلمي مثلا في اللتر مثلا هيعمل 10 12 عينه. لا احنا موزعين كميات مهوله اكتر من 500 عينه كتير واكتر كمان. انا مبسوطه جدا بالمنتج بتاعك ده بجد، مبسوطه وفخوره بيكي وبشكرك على اي حاجه انت بتعمليها عشاني، وانا بحبك جدا. لا مش ربنا يبارك لك يا رب. النهارده كلنا عشان نحتفل معاكي بالمنتج على فكره، وعايزه زي العيد كده ده، وعايزه اشكرك على تنظيمك لحاجات كتير والعلاقه القويه اللي ما بينكم وما بين بعض، وبشكر استاذه امل هي صاحبه والدتي، بقول لها يا طنط امل اصلا هي صاحبتها من 19 سنه وبجد انا بحبها جدا. وشكرا ليكم، الحلقه كانت جميله ونورتونا وشرفتونا، واتمنى نكون مع بعض في حاجات كتير ومع بعض بره كمان طول العمر ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا للمشاهدين وانتظرونا الحلقه الجايه مع برنامج جمالك مع روعه. باي.